ما هي سدرة المنتهى؟ رحلة الإسراء والمعراج هي الرحلة التي كانت بلسما لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن الذي أصابه لفراق زوجته خديجة وعمه أبي طالب، وكثرة الأذى الذي لحق به من أهل الطائف بصدهم عن الدعوة. فما كان من رحمة الله عز وجل إلا أن أرسل إليه هذه المعجزة لتعيد له الثبات والقوة. وذكرت هذه الرحلة في القرآن والسنة بدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتوالت الأحاديث التي ذكرت معراجه إلى السماوات السبع ورؤيته لشواهد متعددة في هذه الرحلة التي وصلت به إلى سدرة المنتهى، ولذلك سنتعرف عليها وعلى وصفها في هذا الفيديو. ما هي سدرة المنتهى؟ عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج إلى السماوات السبع، حيث كان له في كل سماء مشهد وعبرة. وعندما وصل إلى السماء السابعة وجد النبي إبراهيم عليه السلام، ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة وحد لم يتجاوزه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: إليها ينتهي علم الخلق، لا علم لهم بما فوق ذلك. وفي هذه الرواية وردت سدرة المنتهى على أنها في السماء السادسة، وقد يكون التفسير بأن أصلها في السماء السادسة وجسمها في السماء السابعة لعظمتها. وذكر أن كلمة السدر تعني في اللغة بأنها شجرة النبق، والنبق بكسر الباء ثمر السدر والواحد نبقة. واختلفت الآراء حول ذكر شجرة السدر تحديدا، فمنهم من قال لأن ثمرها لذيذ وظلها ممدود، ومنهم من قال لعظمتها وبيان قدرة الله عز وجل على الإبداع في خلقه، حيث أبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل حديثه: وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقدال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فصارت هذه الشجرة آية من آيات الله الكبرى. وصف سدرة المنتهى: ذكرت سدرة المنتهى مرة واحدة في القرآن الكريم، ووصفت في السنة النبوية بأحاديث كثيرة، فنزلت بسورة النجم حيث قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهنا رأى رسول الله جبريل عليه السلام على صورته للمرة الثانية، وقد كانت عند سدرة المنتهى التي وصفها رسول الله بغاية الجمال. فهي شجرة ورقها كآذان الفيل، ونبقها كقلال الهجر، وغشيها من ملائكة الله وجنوده ما غشيها، فكانوا كالطيور والفراش من ذهب، فصارت كالشعلة المضيئة، ولا يستطيع أي مخلوق أن يصف جمالها وحسنها. وعندها جنة المأوى، ويخرج أيضا من أصلها أربعة أنهار بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات.